فطائر المرتديلا مع الأشقوان تكفي 20 قطعة. المقادير: للحشوة 200 غرام شرائح مرتديلا، 100 غرام أو كوب جبنة أشقوان مبشورة، ملعقة صغيرة خردل ورشة فلفل أبيض. للعجين 500 غرام أو 3 أكواب ونصف طحين زائد كمية إضافية للرش 375 مللتر أو كوب ونصف ماء، ملعقتي طعام زبدة مذابة، ملعقة طعام سكر، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة طعام حليب بودرة، وملعقة صغيرة خميرة جافة. للفطائر: بيضة للدهن، ملعقة صغيرة زيت نباتي للدهن، وملعقة طعام سمسم. طريقة التحضير: للحشوة نفرم شرائح المرتديلا حتى تصبح ناعمة، في وعاء نخلط المرتديلا مع الفلفل والخردل وجبنة الأشقوان. للعجين في وعاء صغير نمزج الملح مع السكر والخميرة والماء ونحرك جيدا حتى يذوب السكر والخميرة. في وعاء آخر نخلط الطحين مع الحليب ثم نضيف مزيج الخميرة ونحرك، ثم نضيف الزبدة وندعك حتى يصبح لدينا كرة عجين متماسكة ومتجانسة. نغطيها بورق نايلون غذائي وندعها ترتاح لمدة 10 دقائق في درجة حرارة الغرفة. نبرم العجينة حتى تأخذ شكل أسطواني رفيع ونقطعها إلى قطع صغيرة بوزن 20 غرام، ثم ننثر كمية من الطحين في طبق ونضع قطع العجين فيه، ثم نغطي الوعاء بورق نايلون وندع قطع العجين ترتاح لمدة 10 دقائق في درجة حرارة الغرفة. للفطائر: ثم نغمس قطع العجين بالطحين ونمدها حتى تأخذ شكلا دائريا وتصبح بسماكة 2 ملم. ندهن صينية فرن بالزيت النباتي. للفطائر: ثم نغمس قطع العجين بالطحين ونمدها حتى تأخذ شكلا دائريا وتصبح بسماكة 2 ملم. ندهن صينية فرن بالزيت النباتي. نضع ملعقة صغيرة من الحشوة في منتصف دائرة العجين ونطوي العجينة على شكل مثلث، ثم ننقلها إلى صينية الفرن. نكرر هذه العملية حتى تنتهي قطع العجين. ندهن الفطائر بالبيض وننثر عليها السمسم، ثم نغطي الصينية بورق نايلون غذائي ونتركها ترتاح لمدة ساعة بدرجة حرارة الغرفة. نشوي الفطائر في الفرن المسخن مسبقاً للدرجة 200 مئوية لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ثم ننقل الفطائر إلى طبق التقديم